السلام عليكم يا جريسيكس، يا رب تكونوا بخير حبايبي، كده يا رب دايما كلكم. ان شاء الله النهارده هناخد يعتبر اخر درس في البيئه الصحراويه. احنا خدنا طبعا 3 دروس، ده الدرس الرابع، اسمه تنميه البيئه الصحراويه، تمام كده. ده يعتبر بقى اخر درس، وبعد كده خلاص البيئه الصحراويه دي كده خلاص، بعد كده بقى البيئه الساحليه ان شاء الله هنكملها على طول مع بعض كده. الدرس ده سهل وبسيط، ما فيهوش اي حاجه خالص، بيتكلم عن الصحراء. اكيد طبعا احنا عمالين ناخد كل حاجه عن الصحراء والانشطه الاقتصاديه بتاعت سكان البيئه الصحراويه والعادات والتقاليد والسكان، كل ده شرحناه، والانشطه الاقتصاديه بتاعتهم والسكان. هناخد بقى النهارده في مشاكل كده، بروبلم كده في البيئه الصحراويه. ايه هي المشاكل دي؟ طب والدوله هل هتلاقي حل للمشاكل دي ولا لا؟ اكيد طبعا، هنشوف مع بعض حته حته كده. أول عنصر النهاردة هنتكلم عنه، أهم المشكلات في البيئة الصحراوية، هما 4 مشاكل: ندرة المياه، حركة الرمال، السيول، وتملح التربة، تمام كده؟ هنمشي حتة حتة مع بعض كده ونقول أول حاجة خالص اللي هي ندرة المياه. ندرة المياه، إحنا طبعًا عارفين إن الصحراء ما فيهاش طبعًا مياه كتير زي طبعًا الوادي والدلتا والمناطق طبعًا الزراعية الجامدة دي. ندرة الماء قال لك بتندر مياه المطر في المناطق الصحراوية، فبيؤثر سلبا على النباتات. طبيعي ان لو المية قليلة مش هيبقى فيه نباتات كتير. طب لو جه قال لك بقى ريزلت النتيجة المترتبة على قلة الامطار في المناطق الصحراوية، بصوا بقى، قلة الامطار قلة النبات، قلة الامطار قلة النبات والمراعي الطبيعية. طبيعي يعني مش هيبقى فيه مطر، مش هيبقى فيه نباتات. طب يمس يعني ايه مراعي طبيعيه؟ المراعي اللي هي الحشائش يا ولاد، الحشائش طبعا الطبيعيه اللي بتربى فيها طبعا الحيوانات زي الاغنام وكذا وهكذا. يبقى اول سؤال في الدرس هنا، ما النتيجه المترتبه على قله الامطار؟ قله النبات والمراعي الطبيعيه، تمام كده؟ تمام. في جيفريزم بقى بما تفسر يقول لك ايه؟ ينخفض منسوب المياه في الابار. احنا طبعا عارفين يا ولاد ان قيام الزراعه في البيئه الصحراويه اعتمادا على، ها انا سامع حد بيقول اهو شاطرين من اللي انا محافظه لكم، على ايه؟ المياه الجوفيه اللي هي الابن بتاعها الاولاد بتاعها اللي هم ايه؟ الابار والعيون. برافو عليه. اول ما اقول مياه جوفيه يبقى ابار وعيون، ولاد المياه الجوفيه، تمام. طيب الابار دي البير اللي احنا بنحفر يا ولاد عشان ناخد منه الميه، عشان ناخد منه الميه دي اللي بنستخدمها في زراعه في البيئه الصحراويه. بدات حتى البير ده يا ولاد بينخفض منسوب الميه، بدا بيقل، يعني الميه اللي فيه بدات تقل، وده بسبب الاستهلاك الزائد في المياه خاصه في زراعه. كل شويه ناخد عشان نزرع، ناخد عشان نزرع، فعشان كده الاستهلاك الزائد ده بدا يخلي الابار دي المنسوب الميه بتاعتها تقل، تمام كده؟ طب نقول بقى بما تفسر ينخفض منسوب المياه في الابار بسبب الاستهلاك الزائد في الزراعه. الاستهلاك الزائد فين؟ في الزراعه، استهلاك الميه يعني الزائد في الزراعه، تمام كده يا جريد 6؟ تمام. ما احنا كده خدنا اول حاجه، اول مشكله، وهي ندره الماء، تمام كده يا جريد 6. ناخد تاني حاجه يا ولاد وهي حركه الرمال. يعني ايه مس كلمه حركه الرمال؟ قال لك طبعا احنا عارفين الرمله اللي هي الصفراء اللي في الصحراء دي يا ولاد بتتحرك بفعل الرياح، اللي هو ايه؟ مس الرياح اللي هو الهواء. برافو عليكم يا جريد 6، شاطرين، بتقولوا ورا، تمام كده يا جريد 6. يبقى تاني حاجة قلنا حركة الرمال، قال لك حركة الرمال يعني الرمل اللي بتبقى زي ما انا قلت لكم اللي موجودة طبعا في الصحراء دي يا ولاد بتتحرك بفعل الرياح، اللي هو ايه؟ الرياح، يمثل هو الهواء، شاطرين. طب لو جيت دلوقتي قلت لكم ما النتيجة المترتبة على حركة الرمال؟ أما الهواء بتحرك الرمل دي بيحصل إيه؟ تيجي شوية هواء تروح واخدة لنا شوية رمل كده، ماشي، وتروح جاية على إيه؟ الحقول الزراعية اللي هي الأرض الزراعية، فبتتلفها، فبتبقى بتخليها مش جيدة. يبقى ما النتيجة المترتبة على حركة الرمال؟ اتلاف الحقول الزراعية، ما تبقاش جيده يا اولاد صالحه للزراعه، زي اما بتكون ما فيش يعني طبيعي، زي بالظبط يا اولاد اما جيت تجيب كوبايه ميه تشربوها وفجاه تلاقوا الميه دي معكره كده، او حطيتوا فيها طبعا شويه جه شويه مثلا تراب او شويه مثلا ملح زياده، او تلاقي ان الحاجه اتغيرت مثلا طعمها، او مش في الحاجه النورمال، مش الطبيعي. فبالتالي دي بسبب حاجه جت على الحاجه الاساسيه. نفس الكلام اما شويه رمل بيجوا على الارض زراعيه بيتلفوها، تمام. يبقى النتيجه المترتبه على حركه الرمال اتلاف الحقول زراعية. برافو، تلاف الحقول الايه؟ الزراعية. طيب في سؤال تاني جه في رزق بما تفسر تعطيل حركة النقل.
الرمل يا ولاد، تخيلوا زي ما انتوا بالظبط سايقين العربيه وماشيين لقيتوا كوم رمل طبعا قدامكم او كوم تراب، هتعرفوا تعدوه؟ هتتسلقوا الرمال دي او الكوم الترابي ده؟ لا طبعا. فبالتالي بتعطل حركه النقل، ما بتخليش طبعا السير العربيات او الحركات المروريه او النقل يمشي طبعا بسهوله جدا. فبالتالي حركه الرمال دي او الاكوام الرمليه دي بتعطل حركه النقل بسبب تراكم الرمال في او على الطرق، بما تفسر تعطيل حركة النقل بسبب تراكم الرمال على الطرق. تمام. تاني حاجة يا ولاد، الرمل بيردم البير اللي احنا بنحفره، يعني مثلا ايه، شوية رمل على رمل على رمل على رمل على رمل، البير اللي احنا حفرناه المية ده بتيجي رمل رمل كتير، هتلاقي ان المية خلاص غطت البير ده، وبالتالي ما بقاش فيه المية تحت الرمل ده، والمية والرمل خلاص غطيته، بيحصل عملية ردم. يبقى بالتالي زي ما انتوا جبتوا كوبايه ميه بالظبط كده وقعدتوا تحطوا فيها رمل او تحطوا فيها تراب، هتلاقي ان بقت طين والميه خلاص ما بقتش فيه موجود في الكوبايه. نفس الكلام البير بدا يجي شويه رمل 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 لغايه لما اتردم، فدي برده بسبب حركه الرمال. يبقى حركه الرمال ردم الابار، اتلاف الحقول الزراعيه، تمام كده، وتعطيل حركه النقل. الى جانب يا اولاد حاجه اسمها تصحر. يعني ايه مثل كلمه تصحر؟ تصحر يعني تدهور التربه الزراعيه وانخفاض قدرتها الانتاجيه. تدهور التربه الزراعيه وانخفاض قدرتها الانتاجيه، تدهور التربه الزراعيه وانخفاض قدرتها الانتاجيه، يعني ما بيديناش انتاج جيد للمحصول. ليه؟ لان بتبقى زي ما كنت تعبانه ومجهده ومش جيده، فده بنسميه تصحر. ده بسبب الرمل اما كان جاي على الارض الزراعيه ما خليهاش جيده، فده بنسميه تصحر. تصحر تدهور التربه الزراعيه، ته تصحر ته تدهور، ته تصحر ته تدهور. برافو. يبقى تصحر تدهور الارض الزراعيه او التربه الزراعيه وانخفاض قدرتها الانتاجيه، وانخفاض قدرتها الايه الانتاجيه. طبيعي اما بتكون واحده تعبانه وعيانه بتقوم بنشاط اكتيفيتي، بيكون عندها باور، زي ما تكون واحده سليمه، لا طبيعي. نفس الكلام التربه اما بتكون متدهوره ما بتديناش انتاج جيد زي ما بتكون جيده. معايا كده يا جريد 6؟ تمام. يبقى اول حاجه قلنا اللي هي من اسباب من المشكلات البيئه الصحراويه ندره الماء، 2 حركه الرمال، 3 يا ولاد بقى وهي السيول. السيول يا مس، ما معنى السيول؟ يعني امطار فجائيه غزيره، امطار فجائيه غزيره، امطار فجائيه غزيره. الامطار دي يا ولاد نتيجتها بتدمر برضو الحقول الزراعيه، بتدمر الطرق مما يؤدي لتعطيل حركه النقل، والدليل على كده الايام اللي فاتت شفتوا حصل ايه؟ شويه مطر ما كناش عارفين نروح بيوتنا، روحنا بالليل خالص العربيات كلها كانت واقفه، كانت بحيرات من الميه، مش عارفين نمشي. فبالتالي دي نتيجه السيول يا ولاد، بتدمر خالص الطرق وبتعطل حركه النقل خالص، وبتدمر الحقول الزراعيه. اظن السؤال ده لو جبته في الامتحان الكل هيكتبه كومبليت. برافو. طيب تملح التربه دي بقى يا ولاد يعتبر رابع مشكله من مشكلات البيئه الصحراويه. يعني ايه مثل تملح التربه؟ بما تفسر تراكم الاملاح على سطح التربه؟ قال لك بسبب تبخر الماء واستقرار الملح على سطح التربه. يعني ايه يا اولاد؟ عارفين ان طبعا من مميزات البيئه الصحراويه ان هي بتتميز او الخصائص المناخيه بتاعتها بالحراره الشديده. فالحراره دي بتعمل ايه يا اولاد؟ بتخلي من كتر الحراره، الحراره الجامده دي بتبخر الميه، فما الميه بتتبخر بسبب شده الحراره بيبقى الملح على سطح التربه. ودي مشكلة من مشكلات البيئة الصحراوية. واحنا عرفنا يعني ايه تملح التربة، يعني الملح هو اللي بيفضل على سطح التربة والمية بتعملها ايه؟ زي فابر، زي مثلا تبخر، انتوا اكيد خدتوه في الساينس. يبقى تملح التربة بسبب تراكم الاملاح على سطح التربة، وده بسبب تبخر المية، وبالتالي بيستقر الملح على سطح التربة بعد تبخر ايه؟ المياه. برافو. يبقى نقول مع بعض كده، نرجع بسرعة للمشكلات. أول حاجة نظرة الماء، برافو سامعاكم معايا بتقول اهو. 2 احنا قلنا نظرة الماء، برافو عليكم. 2 ها سيول، ماشي همشيها سيول. تملح تربه، طب تمام همشيها تملح تربه. ايه تاني؟ برافو، حركه الرمال. اقولهم اخر مره، نظره الماء، حركه الرمال، السيول، تملح التربه، دي من المشكلات البيئه الصحراويه. طب يا ترى الدولة هتشوف الحاجات دي ومش هتحل المشاكل بتاع البيئة الصحراوية؟ هي مش بيئة زي البيئات التانية زي الزراعية والساحلية واتيفر؟ لا أكيد هتحلها. إيه هي بقى جهود الدولة؟ قال لك بتهتم بحاجة اسمها مشاريع استصلاح الأرض في البيئة الصحراوية. يعني بدل ما تخلي الأرض صحراوية هتخليها أرض زراعية، وده عن طريق يا أولاد إن إحنا بنوصل المية من نهر النيل ووادي النيل إلى الأراضي الصحراوية دي عن طريق حاجة اسمها بروجكت أو مشاريع، زي مشروع توشكا كده وشرق العوينات، وأكيد لو حد فاكر كده شاطر مذاكر خدتوها السنة اللي فاتت في جريد 5. يبقى بنستصلح الأراضي الصحراوية دي، بنخليها برضو أرض يا أولاد زراعية، بنستفاد منها وبنزرع فيها برضو محاصيل، بالتالي بتزود المحاصيل الزراعية وبنستصلح الأراضي في نفس الوقت الصحراوية دي.
تاني حاجة ان احنا بنحفر ابار، الابار دي اللي احنا بناخد منها المية عشان يا ولاد بنزرع، بناخد المية دي وبنستخدمها في الزراعة ماشي كده، زي زي ما انا قلت لكم مشروع شرق العوينات اللي هو بيبقى في الحتة دي كده، جريد 6 في الحتة دي، مشروع شرق العوينات وهنا مشروع طوشكا، تمام. دي مشاريع صحراوية بتفيد برضو الارض، الايه الاراضي الصحراويه بنخليها طبعا ارض ايه زراعيه. ثالث حاجه يا اولاد من تنميه جهود الدوله لتنميه البيئه الصحراويه، وهي انشاء شبكه من الطرق لتسهيل حركه التجاره. يعني ايه؟ يعني ما نعزلش الصحراء تماما عن الوادي والدلتا، طب نربطهم ببعض ازاي؟ ان احنا يا اولاد نعمل طريق يوصل الوادي والدلتا بالصحراء، وده بنسميه ان احنا نعمل شبكه من الطرق عشان نسهل حركه التجاره. عايزين ننقل حاجه من البيئه الزراعيه للبيئه الصحراويه، والعكس صحيح، من البيئه الصحراويه للبيئه الزراعيه، في تجاره مثلا ما بين يعني الحركه طبعا، النقل طبعا سهله، السكان اللي عايشين هنا والسكان اللي عايشين هنا يستفادوا من موارد بعض وهكذا. رابع حاجه يا ولاد وهي الاهتمام بالمحميات الطبيعيه. كلمه محميه يا جريد 6 بصوا معايا، انا عايزاكم تحفظوها كده حلوه كده، نحفظها مع بعض. المحميه عباره عن ايه؟ بحفظها لكم بقى ازاي؟ مساحه من الارض او المي، مساحه من الارض او المي توجد بها كائنات حي، توجد بها كائنات حي لها قيمه ثقافيه وعلميه، لها قيمه ثقافيه وعلميه. يبقى لو جالكم ساينتفك تيرم في الامتحان، مساحه من الارض او المي توجد بها كائنات حي لها قيمه ثقافيه وعلميه، يعني يا اولاد الارض دي بيبقى فيها طبعا كائنات حيه، الكائنات الحيه دي يا اولاد سواء طيور او حيوانات او نباتات، ممنوع منعا باتا اي حد بيتعدى على النباتات او الحيوانات دي وياخدها، مثلا حيوان مثلا ياخده يصطاده، نبات مثلا يقطعه، لا والا هيتعرض قانونا، ده غلط. فبالتالي المحميه حتى من اسمها محميه، يبقى عايزين نحمي الحاجات دي، نحمي الحيوانات دي، نحمي الطيور دي، نحمي النباتات دي وهكذا. فهمتوا يعني محميه طبيعيه؟ تمام كده جريد 6. اوكي، قال لك الدوله بقى بدات تهتم بالمحميات الطبيعيه دي، زي محميه الصحراء البيضاء، هي زي ما انا بشاور عليها دي اسمها محميه الصحراء البيضاء، بتبقى واخده شكل لولي باب كده يا ولاد، كلها زي كلها جير ابيض، فعشان كده سميت بالصحراء البيضاء، كلها بيضه زي الجير الابيض. تمام، محميه راس محمد هي ولاد سيناء، تمام، سلوجه وغزال في اسوان ماشي، زرانيق والبردويل في شمال سيناء اهم، وادي الريان طبعا في الفيوم، دي كلها محميات طبيعيه. يبقى لو جيت قلت لك من امثله المحميات الطبيعيه في مصر، محميه ايه في الفيوم؟ انا سامع حد بيقول الريان، برافو. محميه ايه في اسوان؟ سلوجه وغزال، برافو. محميه ايه في الصحراء الغربيه؟ الصحراء البيضاء، برافو عليكم يا جريد 6 شاطرين. لو جيت بقى دلوقتي قلت يا ولاد برضو الدولة هتعمل ايه برضو عشان تنمي وتحل المشكلات دي؟ انها تعمل مشروع حاجة اسمها اقامة مشروع الكثبان الرملية. يعني ايه مثل كلمة كثبان رملية او تزرع الكثبان الرملية؟ ان احنا يا ولاد بنزرع، بتكون زراعة نباتات في الرمل، بنرويها عن طريق التنقيط، ان ننقط كده، منها ان احنا نثبت الرمل ما يجيش على الارض الزراعية التانية، ومنها ان احنا نستفاد بالزرع اللي احنا بنزرعه ده. ده اسمها مشروع الكثبان الرملية، المشروع ده كان في واحد سيوة. يبقى بما تفسر إقامة الدولة مشروع استزراع الكثبان الرملية بسبب تثبيت حركة الرمال ومراقبة حركتها ما تحركش عن الطرق، وتعمل طبعا تعطيل للطرق زي ما أنا قلت لكم في بداية الدرس. إن احنا نثبت الرمل، إن احنا نزرع فيها نباتات، النباتات دي بنسقيها عن طريق التنقيط، حاجة كده صغننة ننقط لها مية. مش منها ان احنا نثبت الرمل ما يجيش على الطرق ويعطل حركه النقل، ومنها نستفاد من الزرع ده يا ولاد. تمام، ده يبقى ده اسمه اقامه مشروع الكثبان الرمليه. اخر حاجه بقى انشاء سدود على الاوديه. مين الشاطر يقول لي اهميه السد؟ اي سد في الدنيا اللي هو تخزين وحجز وحفظ المياه، برافو، حجز المياه نستفاد منها في اي وقت تاني، فعشان كده عملنا السد العالي اللي هو بحيره ناصر اللي هو طبعا في اسوان، برافو. احنا برضو اي سد في الدنيا مهمته بما تفسر انشا السدود على الاوديه عشان نحجز الميه يا ولاد اللي بتسقط طبعا سواء مثلا في امطار او غيره، عشان نستفاد منها بعد كده في الزراعه. مثل سد الروافعه ماشي يا ولاد على وادي العريش، فين يا مس؟ حد يوريهولي كده اهو، انا اشاور لكم على الخريطه اهو.
هنا برضو يا ولاد اللي هي سد الروافع في الحته دي عند العريش، ده اسمه سد الروافع. اي سد في الدنيا لحجز المياه والاستفاده منها، اي انشاء سد في الدنيا انا سامعه ها لحجز المياه والاستفاده منه، لحجز المياه والاستفاده منه، يبقى انشاء السدود على الاوديه بما تفسر لحجز المياه والاستفاده منه، مثل سد الروافع في نقط او على وادي ايه العريش. برافو. سد الروافع عملناه السد ده على وادي اسمه وادي العريش، وادي العريش عند مدينه العريش زي ما انا شاورت لكم عليها كده بالظبط يا جريد 6. اوكي تمام، برافو عليكم. انا عايزه بس حابه كده يا جريد 6 اقول بس كده سؤالين كده قبل ما منهي الدرس. اكتب علامه صح ام خطا. اقيم مشروع استزراع الكثبان الرمليه شمال واحد سيوه، صح ولا غلط؟ في واحد سيوه. تمام برافو شاطرين صح. أنشأت الدولة سد روافع على وادي العلاقي ولا وادي العريش؟ وادي العريش. برافو، يبقى ده إجابة خاطئة. يبقى أنشأت الدولة سد روافع على وادي العلاقي خطأ، على وادي العريش. طيب توجد محمية سلوجة وغزال في أسوان؟ برافو صح شاطرين، برافو عليكم يا جريد. طيب بما تفسر أنشأت الدولة سدود على الأودية التي تتعرض للسيول لحجز المياه و الاستفادة منها، تاني لحجز المياه والاستفادة منها. برافو. بأي سد في الدنيا أنشأناه على وادي، ليه؟ عشان بنحجز المياه وبنستفيد منها. برافو يا جريد 6. تمام بما تفسر بما تفسر، هجيب لكم طبعا سؤال بما تفسر. طيب أو نقول هنا إيه بما تفسر بما تفسر تراكم الأملاح على سطح التربة بسبب تبخر المياه وترصيب الملح على سطح التربة. برافو. طيب النتيجة المترتبة على السيول، حد يقول لي تدمير الحقول الزراعية أقول له صح، حد يقول لي تدمير المباني ممكن تقع هيلال السكوت تكون ضعيفة مش مبنية كويس، تعطيل حركة النقل، كل دي صح. يعني لو كتبت لي ريزون واحد أو تفسير واحد للإجابة صح خالص. تمام. طيب حتى يقول لي ما المقصود بكل من التصحر؟ ته تصحر ته تدهور. برافو. تدهور التربه الزراعيه وانخفاض قدرتها الانتاجيه، تدهور التربه الزراعيه وانخفاض قدرتها الانتاجيه. طب ما المقصود بحركه الرمال اللي هي كميات من الرمل المفككه؟ نعم، تقوم بتحريك الرمل من مكان لاخر، تمام، واحيانا طبعا وعاده يعني وعلى طول طبعا بتفسد التربه وبتقلل من قدرتها الانتاجيه. تمام. ما المقصود بمحمية طبيعية؟ مساحة من الأرض أو المي توجد بها كائنات حية لها قيمة ثقافية وعلمية. برافو عليك. يبقى احنا كده خدنا يا ولاد اهو، بصوا معايا، خدنا حركة الرمال، خدنا تصحر، خدنا تملح التربة، وادي المحمية الطبيعية. يا رب طبعا تكونوا استفدتوا يا ولاد بالدرس، درس طبعا جميل وسهل إن شاء الله، مش هيبقى في اي حاجه لو انتوا سمعتوا التسجيل ده، وان شاء الله لو في اي كومنتس انتوا طبعا بتبعتوا لي وعارفين بتبعتوا لي طبعا ازاي. هشوفكم طبعا يعني ان شاء الله على خير يا رب، يعني استنوني بقى كده في فيديو تاني ان شاء الله نكمل فيه بقيه الدروس اللي فاضله لنا، وان شاء الله يا اولاد ترجعوا بالف سلامه وبالف خير.